غرفة محترقة. غرفة محترقة. اي سألني شلون دريت؟ شلون دريت ان الغرفة محترقة؟ في ريحة حرق. من الريحة؟ في باكيت بالأرض، الظاهر كان يبي يولع سيجارة فولع بالغرفة بالغلط. احتمال، بس ما اعتقد هذا اللي صار هني. ليش تستبعد هالاحتمال؟ انت شايف في اي اثر حق ولاعة بالغرفة؟ في تحقيق اي حريق لازم تطالع الادلة بالمقلوب. شلون بالمقلوب؟ اذا لقيت الحية ممكن تتبع الجسم وتوصل حق الراس. اذا شفت ذيل الحية جسمها براسها، وضع طالب التلفزيون بالشكل هذا مو طبيعي، دليل انه في احد محركه عشان يوصل حق شيء ورا. وايرات بطقه، ومحمد شكله من الخرعه نقز وطق راسه وطاح، شبت الحريجه ودشت على الكبد. الله ستر ان ابو محمد كان قريب وطلعه. عشان كذي سجارة هني.